كاميرا DSLR احترافية مع عدستها وشنطة تحمل فيها هاي الكاميرا مع ترايبود تثبت عليه كاميرتك إذا بدك تصور الطعام أو المنتجات. عدا عن هيك رأس إضاءة احترافي مع سوفت بوكس مع ستاند هيفي ديوتي يحمل رأس الإضاءة. هاي المعدات كفيلة لتساعدك تبدأ بشغلك كمصور فوتوغرافي، وهاي المعدات راح تكون هي الجائزة للي راح يفوز في تحدي 30 صورة اللي راح أبدأ فيه برأس السنة إن شاء الله. التحدي راح يبدأ يوم الأحد بعد بكرة 1/1/2023 وراح ينتهي يوم الأربعاء 1/3/2023 يوم الأحد إن شاء الله 1/1 الشهر الساعة 12 الظهر راح ننزل أول موضوع لأول صورة في هذا التحدي، ومعاك 48 ساعة تصور هذا الموضوع وتشاركه على الانستغرام وتعمل لي منشن بالإضافة لهاشتاك تحدي 30 صورة، لأنه إن شاء الله كل سنة راح أعمل هذا التحدي والفائز بيكون هو أكثر شخص التزم بعدد الصور بالكامل. إذا وصلنا النتيجة النهائية وكان في أكثر من شخص ملتزم بالثلاثين صورة بالكامل رح نعمل مسابقة مستواها أعلى شوي وأصعب شوي مع تصويت نهائي حتى نحدد مين الفائز بكامل هاي الجوائز. ما في أي شروط ثانية ولا أي تعقيدات، مش مطلوب منك تعمل لي فولو، بس المنشن ضروري يبين المنشن بالستوري، بس انه لازم يبين معاي بالتشات انه وصلتني الستوري. فقط طلب الوحيد انه انا بدي اميز مين الشخص الجدير انه ياخذ هاي المعدات. يعطيكم العافية.